من المدينة قال سيدي انت الامام الرضا انت مو غريب الغرباء الامام الحسن غريب هاي العالم ما عند الريح شلون ينزار ينزار الحسن وعليت وكل البريد سوى هذا البيت قلت وين الزهرة وتنادي يا ابني يا ابني يا ابني هدم المرددك والموت اولي يديرني يا ابني راعثار هو اللي حضر ان شاء الله والله تقول خيالها خيالها العقيلة القبر ما شافه ولي ولي العقيلة العقيلة القبر ما شافه يا خيالها خيالها غيور وشان يحميها خيالها خيالها يا ابو فاضل تدري ساعة الهجمة نزلت للسرداب وعلى هذاك القبر الحقيقي وخلت ايدي على القبر وقلت يا هذا ما قرأت هذا البيتان من قلت خذوا زينب يا ابو الغيرة سبية وياي احد المؤمنين هو حي يرزق قال لي يا ملا جليل والله سمعت ولت العباس من شلون شلون تقرأ يا ريتني ما قرأت قلت له خيالها العقيلة العقيلة القبر ما شافوا خيالها خيالها غيره وشان يحملها
ساعة الهجمة خيالنا خيالها اي خذوا زينب يا ابو الغيرة اي خذوا زينب يا ابو الغيرة أريد إن شاء الله بهاي دمعتك وبخضوعك وبخشوعك لله سبحانه وتعالى هالليلة ترفع إيدك واليوم هذا مخصوص للإمام المهدي سلام الله عليه والقصيدة وإن شاء الله كلها للإمام المهدي أو ينظر أن أريد السمع للإمام الرضا إيش قد ما تحبون الإمام الرضا وتريد حاجتك تنقضي هالليلة سمعني ثلاث مرات صلوات